السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا بكم في قناة إنجليزي ببساطة مع مس نسرين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ في حل ملحق كتاب المعاصر A Week is Enough، ترم أول 2024. هنحل من صفحة رقم 7 لصفحة رقم 13. يلا بينا نبدأ و let's get started. هنبدأ من بيج نمبر 7 صفحة رقم 7. Complete the following dialogue، أكمل المحادثة التالية، ولما يجي لنا سؤال المحادثة أنا لازم أقرأه كاملا، خاصة رأس السؤال عشان بيبين لي المحادثة بتدور عن إيه، وبشوف مين بيكلم مين وبراعي زمن المحادثة. سهى is asking رانيا، سهى بتسأل رانيا about her school day، عن يومها الدراسي، فبتقول لها how do you go to school، كيف تذهبين للمدرسة؟ ردت عليها بعد كده قالت لها why do you walk to school، لماذا تمشين للمدرسة؟ طبعا عرفنا من الكلام انها بتمشي للمدرسه. طب هترد تقول انا ايه، انا بذهب للمدرسه مثلا سيرا على الاقدام. هي بتقول لها كيف تذهبين للمدرسه، تقول لها I go to school، انا اذهب الى المدرسه on foot، سيرا على الاقدام، بروح مشي. قالت لها why do you walk to school، ليه بتمشي للمدرسه؟ ممكن تقولها مثلا المدرسه قريبه على البيت، because it is near my house، because بسبب it is near my house، عشان المدرسة يعني قريبة عن بيتي. قالت لها what's your favorite subject، ايه مادتك الدراسية المفضلة؟ ردت عليها بعدين سألتها سؤال، قالت لها because I like maps، عشان انا بحب الخرائط، and it tells me، وبتخبرني a lot about different countries، الكثير عن البلاد المختلفة. فواضح انها بتحب مادة الدراسات، مادة الجغرافيا. هنشوف هنكمل. بعد كده سهى قالت لها حاجة، فرانيا قالت لها I study geography 3 times a week، انا بدرس جغرافيا 3 مرات في الاسبوع. فعرفنا من الكلام انها بتتكلم عن الجغرافيا. مهم جدا ان احنا نقرا زي ما انتم شايفين الدايلوج كله، عشان ممكن تلاقي الاجابة بتاعت سؤال في اخر جملة في الدايلوج. تمام؟ طيب هنا بقى عرفنا ان الكلام على الجغرافيا. What's your favorite subject، ايه مادتك الدراسية المفضلة؟ ممكن تقول my favorite subject is geography او I like geography، انا بحب جغرافيا، I like geography. سألتها سؤال قالت لها because I like maps، عشان بحب الخرائط. اول ما بلاقي اجابة اولها because بعرف ان السؤال كان why، لماذا؟ Why do you like it، طب ليه انت بتحب المادة دي، يعني why do you like it، ليه بتحب الجغرافيا؟ بقالت عشان انا بحب الخرايط وعشان بتخبرني عن بلاد كتيرة مختلفة. بعد كده قالت كلام، فقالت I study geography 3 times a week، انا بدرس جغرافيا 3 مرات في الاسبوع. هو طبعا المفروض هنا يبقى فيه question mark، يبقى فيه سؤال، لان هما 3 اجابات وبيبقى فيه تكوين سؤالين، فالمفروض ان ده سؤال. طب هي بتقول انا بذاكر جغرافيا 3 مرات في الاسبوع، يبقى هي قالت لها كم عدد المرات اللي انت بتذاكري فيها جغرافيا؟ طب بسال عن كم عدد المرات بهاو اوفن، يبقى تقول لها هاو اوفن دو يو ستادي جيوغرافي، مثلا ممكن بس كده ممكن تقولها at school، يعني كم مرة بتدرسي جغرافيا في ايه في المدرسة، at school كم مرة بتدرسي جغرافيا؟ فقالت انا بدرسها 3 ايام او 3 مرات في الاسبوع. الدايلوج الثاني، اشرف is telling ايمن، اشرف بيخبر ايمن about his favorite sports star، عن نجمه الرياضي المفضل. فبيقول له who is your favorite sports star، مين نجمك الرياضي المفضل؟ رد عليه بعد كده قال why do you like him، ليه بتحبه؟ بردك رد عليه، سأله سؤال فقال he plays for Liverpool، هو بيلعب لصالح نادي ليفربول. سأله سؤال تاني فقال he is good at scoring goals، هو جيد في احراز الاهداف. how does he help people، ازاي هو بيساعد الناس؟ طب واضح ان هو بيتكلم على نجمه الرياضي المفضل اللي هو الكابتن محمد صلاح. طيب who is your favorite sports star، من نجمك الرياضي المفضل؟ هيقول he is محمد صلاح، he is محمد صلاح. طب why do you like him، ليه بتحبه؟
ممكن نقول عشان هو مثلا لاعب كرة قدم جيد، because he is a very good footballer، عشان هو لاعب كرة قدم جيد جدا. طب سأله سؤال فقال له هو بيلعب لصالح فريق ليفربول، يبقى هيقول له ايه الفريق اللي بيلعب لصالحه؟ هيقول له what team does he play for؟ what team، ما الفريق، does he play for، الفريق اللي هو بيلعب لصالحه فقال ليفربول. سأله سؤال تاني فقال له he is good at scoring goals، هو جيد في إحراز الأهداف، يبقى هو هيقول له هو جيد في إيه؟ what's he good at، what's he good at. طيب بعد كده قال له how does he help people، ازاي هو بيساعد الناس؟ احنا عارفين ان كابتن محمد صلاح بينفق مال او بيعطي نقود لبناء مدارس جديده ومستشفيات جديده في مصر، يبقى نقول he gives money، هو بيعطي النقود to build new hospitals and schools in Egypt، هو بيعطي نقود لبناء مستشفيات ومدارس جديدة في مصر. الديالوج الثالث، تامر تيلز نادر، تامر بيخبر نادر about his last holiday in Alexandria، عن أجازته الأخيرة في اسكندرية، فبيقول له where did you go on holiday last year، إلى أين ذهبت في الأجازة العام الماضي؟ عرفنا من رأس السؤال إن هو راح اسكندرية، فهيقول I went to Alexandria، I went to Alexandria، ذهبت إلى الإيه؟ الإسكندرية. سأله سؤال تاني فقال له I stayed in my uncle's flat، أنا قعدت في شقة عمي، يبقى هو هيقول له إيه؟ أين أقمت أو قعدت فين؟ Where did you stay؟ Where did you stay؟ قعدت فين أو أقمت فين؟ فقال أنا قعدت في شقة عمي. طيب بعد كده سأله سؤال تاني فقال له I traveled by train، أنا سافرت بالقطار، يبقى هيقول له كيف سافرت؟ تمام كده؟ How did you travel؟ كيف سافرت؟ فقال سافرت بالقطار. Did you swim in the sea؟ هل سبحت في البحر؟ طبعا هيقول له مثلا Yes I did، نعم. في سؤال ب did you هنخليها Yes I did، ممكن نقول ايه؟ No I don't، بس غالبا طالما رحت اسكندريه يبقى Yes I did، ايوه سبحت في البحر. What did you eat there؟ كلت ايه هناك؟ ممكن نقول انا اكلت مثلا رز وسمك مثلا، تمام كده؟ I ate، ادي الماضي بتاع eat عشان انا بسأل في الماضي فبجاوب في الماضي. I ate fish and rice، اكلت رز وسمك. في بيجي 8 في صفحة رقم 8 عندنا comprehension، قطعة فهم عليها أسئلة. read the following، اقرأ التالي. then answer the questions، ثم أجب عن الأسئلة. Alice's Adventures in Wonderland، مغامرات أليس في بلاد العجائب، is a famous children's story، هي قصة أطفال مشهورة. Alice's Adventure begins، مغامرة أليس بدأت، when she goes to Wonderland، عندما ذهبت إلى أرض العجائب. Alice thinks، Alice يعني اعتقدت، that wonderland in the wonderland، ارض العجائب، is interesting، شيقه. but it is a strange place، لكنها كانت مكان غريب. she is a sensible girl، هي كانت بنت عاقله. but she does not understand wonderland، لكن هي ما فهمتش wonderland، ارض العجائب. Alice is also، Alice ايضا brave، شجاعه، and clever، ومهاره. She meets a lot of interesting characters، هي قابلت كثير من الشخصيات الشيقة. Alice often sees، Alice دايما بتشوف، the white rabbit، الأرنب الأبيض. The white rabbit is very busy، الأرنب الأبيض مشغول جدا. And he is usually، وهو عادة very late، متأخر جدا. He always، هو دايما runs fast، بيجري بسرعة. The Cheshire cat، يعني القط تشيشر، is a funny animal، هو حيوان مضحك. He has got a big smile، هو عنده ابتسامة كبيرة.
and he is very friendly. وهو ودود جدا. He tells Alice, هو أخبر Alice أو كان بيخبر Alice يعني about Wonderland, عن أرض العجائب, and helps her, وبيساعدها to find different places, في إيجاد أماكن مختلفة, and characters, وشخصيات. The queen of hearts, ملكة القلوب, is not very nice, ما كانتش لطيفة جدا. She is a scary person, هي كانت شخصية مخيفة. She is also angry, هي أيضا كانت غضبانة, and she shouts at people, وبتصرخ في الناس, بتزعق في الناس. Alice is brave, Alice شجاعة, so she is not frightened of her, عشان كده هي ما كانتش بتخاف منها. Her دي عايدة على the queen of hearts, ملكة القلوب. At the end of the story, في نهاية القصة, all the characters, كل الشخصيات, help Alice, ساعدوا Alice, so she can go home again, عشان كده استطاعت الذهاب لوطنها مرة أخرى أو لبيتها مرة أخرى. طب هنا أول سؤال بيقول لك going to Wonderland, الذهاب لأرض العجائب, تلزقص بيخبرنا ذات Alice is إيه؟ إن Alice مالها شجاعة وماهرة, clever and brave. كليفر ماهرة وبريف شجاعة. طب نمبر 2, the underlined word brave, كلمة brave اللي تحتها خط شجاعة, is the opposite of, عكس ايه شجاعة, عكس ايه cowardly, المفروض ايه coward بس, عكس ايه جبان, شجاع عكس جبان coward. طب when someone is funny, لما يكون في شخص مضحك, he أو she, بيبقى الشخص ده ماله, عنده ابتسامة كبيرة, has a big smile. Number 4, what is the best title for the passage? ايه افضل عنوان للفقرة؟ تعالوا كده نشوف الفقرة, هتلاقوا عنوان حلو جدا للفقرة في اول سطر. Alice's Adventures in Wonderland. ده ممكن نحطه عنوان للايه للفقرة. ده number 1. What does the underlined pronoun here refer to? Here هنا بتشير لمين زي ما قلنا؟ بتشير لملكة القلوب. تعالوا نشوفها في القطعة. The queen of hearts, دي number 2, ملكة القلوب. Why do you think, ليه بتعتقد that Cheshire cat is helpful, ان القطة تشيشر متعاون؟ طب طبعا اكمن هو يعني كان شخصية ودودة وكان بيخبر أليس بالكثير عن أرض العجائب, فنقول because, بسبب, he is very friendly, عشان هو كان ودود جدا, and وكمان هنجيب بقى الباقي من الفقرة عشان ما فيش مكان هنا نكتب, and الباقي بقى في الفقرة بتاعتنا. He tells Alice, هو أخبر Alice about Wonderland, عن أرض العجائب, and helps her to find different places and characters, وكمان ساعدها في إيجاد الكثير من الأماكن المختلفة والشخصيات. يبقى دي number 6. طب ثانية واحدة بقى كده, عشان خاطر احنا عندنا كان السؤال اللي انا قلت عليه نمبر 1, ده المفروض ان احنا نقول ده نمبر 4, تمام كده ترتيب. هو اول واحد في الاسئلة المقالية, لكن هو رقم 4 في الترتيب. كمان اللي قلنا عليه رقم 2, ده المفروض ان هو رقم 2 في الاسئلة المقالية, بس رقمه هيكون هنا 5, تمام. يعني انا عندي خلاص اسئلة الاختيارات 3, وبعدين دي اجابة السؤال الرابع, إجابة السؤال الخامس, ودي إجابة السؤال السادس. سوري. في بيج نمبر 9, في صفحة رقم 9, في عندي choose the correct answer, اختار الإجابة الصحيحة. She never takes money, هي مش بتاخد أبدا نقود. She does a work, هي بتقوم بعمل تطوعي, يبقى she does voluntary work. Number 2, he has no parents, هو ليس لديه والدان. He is a or an a, هو يعتبر a orphan, يعني يتيم. A space is a group of people, مجموعة من الناس, who play music together, بيعزفوا مع بعض الموسيقى, دول الفرقة الموسيقية, والفرقة الموسيقية يعني band. Male is the opposite of male, عكس ايه؟ عكس female. يعني ايه male؟ male يعني ذكر, وfemale يعني أنثى. وعندي كلمة opposite يعني عكس. Number 5, her dream, حلمها is to go to the Olympics, انها تروح الاولمبياد. She is a or an a, هي تعتبر ايه؟ عايزين هنا نقول, طب هنا athletics, العاب ايه؟ القوة. Partner, شريك.
اورفان يتيم، جيمينست يعني لاعب الجمباز. ايوه هي دي اللي هتنفع، هي عايزه تروح الاولمبياد، ده حلمها لانها ايه لاعبه جمباز جيمينست. في بيج نمبر 10 صفحه رقم 10 في اسئله على يونت 2 الوحده الثانيه. Some children بعض الاطفال in Uganda في اوغندا usually عاده cross the river بيعبروا النهر in a ايه؟ بيعبروا النهر في كانو، في زورق. Some children بعض الاطفال in Egypt في مصر ايه to school بيركبوا الدراجه ويروحوا المدرسه، يبقى cycle to school. Look at the A to know our lessons today. هنبص في ايه عشان نعرف عندنا حصص النهارده؟ هنبص في جدول المواعيد اللي هو time table. I have a small pencil A to keep my pens in. بحافظ على أقلامي أو بحتفظ بأقلامي الحبر في A في مقلمة، المقلمة اسمها pencil case. We can use a comma، احنا ممكن نستخدم الكومة اللي هي الفصلة اللي على السطر دي اسمها كومة، to A items in a list، احنا ممكن نستخدم الكومة عشان خاطر نقطع الأشياء أو نفصل بين الأشياء في قائمة. طب هنفصل بين أشياء اسمها separate. في بيديو نمبر 11 في صفحة رقم 11 في أسئلة تشوز اختيارات على يونت 3 الوحدة الثالثة. My hair is A. It is not straight. يعني أنا شعري ماله، هو مش مستقيم، شعري مش مفروض، يبقى شعري مجعد، مجعد يعني curly. I am a of محمد صلاح. أنا معجب بمحمد صلاح، يبقى I am a fan، أنا معجب من معجبين محمد صلاح. fan يعني معجب. Because she cannot walk بسبب إنها ما بتستطيعش إنها تمشي، she uses a بتستخدم إيه؟ بتستخدم كرسي بعجل أو كرسي متحرك اللي هو wheel chair. I don't like this film، أنا مش عاجبني الفيلم ده. it's إيه؟ الفيلم ده ماله؟ clever ماهر، sensible عاقل أو حكيم، scary مخيف، funny مضحك. هو مش عاجبني عشان هو سكيري، هو مخيف. My favorite A in this story is Alice. عايز اقول الشخصية المفضلة لدي في هذه القصة هي شخصية أليس، وشخصية في فيلم او قصة يعني كاركتر، كاركتر شخصية. بعد كده في اسئلة على يونت 4 على الوحدة الرابعة. My friend sent me a message yesterday. يعني بيقول صديقي ارسل لي رسالة نصية بالامس. طب ارسل رسالة نصية يعني تكست، تكست مسج. طيب I watch football matches، أنا بشاهد مباريات كرة القدم on an internet، ها في موقع الإنترنت، إنترنت ويب سايت، ويب سايت يعني موقع إلكتروني. Click on the icon on your، يعني اضغط على الأيقونة في إيه؟ طب خلي بالك معايا، أنا عندي في كلمة اسمها click on وفي كلمة اسمها tab، تمام كده؟ الاتنين بمعنى يضغط، بس click on بتيجي مع الكمبيوتر واللابتوب، تمام؟ لكن تاب بمعنى يرقد بتيجي مع الموبايل والتابلت. طب انا عندي هنا هنقر على ايه بقى؟ لا اما كمبيوتر لا ايه؟ لابتوب. يبقى كليك اون ذا ايكون اون يور ايه؟ لابتوب. اضغط على الايقونه اللي في اللابتوب بتاعك. ا اور ان از ا فوتو اوف يور سيلف، هي صوره لنفسك. نورمالي يعني عاده اون ا موبايل فون، على التليفون المحمول. دي اسمها صوره سيلفي، صوره ايه؟ شخصيه اماميه، صوره ايه؟ سيلفي. بعد كده بيج 12 صفحة رقم 12. A blog المدونة is a or an diary، هي مدونة أو يوميات على الإنترنت اسمها online diary. سهى isn't making a، سهى مش بتعمل a but she is talking to her friend، هي بتتحدث مع صديقتها. طب يبقى هي مش بتعمل فيديو كول، مش بتعمل مكالمة فيديو، لا بتتكلم مع صديقتها. في نفس الصفحة في عندي exercises تدريبات على unit 5 الوحدة الخامسة. Children like to build A on the beach. الأطفال بتحب تبني إيه على الشاطئ؟ بتحب تبني lakes بحيرات، waterfalls شلالات، mountains جبال، ولا sand castles قلاع رملية؟ بتحب تبني sand castles. In the we slept in a tent last summer. يعني عايزين نقول ايه؟ احنا نمنا في خيمه الصيف اللي فات، هننام في خيمه فين؟ طبعا في ايه؟ لما نكون عاملين معسكر في ايه؟ في الديزرت، في الصحراء. ا از سمثينج يو باي تو ريمبر ا هوليداي، حاجه انت بتشتريها عشان تتذكر اجازه، دي الهديه التذكاريه السوفونير.
In France, في فرنسا, eating is very popular. في أكل عندهم محبوبة جدا وشعبية اسمها snails, يعني القواقع. A is a large hole, عبارة عن ثقب كبير, inside a mountain, داخل الجبل. ده الكهف, الكهف يعني cave. في عندنا هنا lake, بحيرة, jungle, يعني أدغال وforest, غابة. في بيج نمبر 13, صفحة رقم 13, دي آخر تدريبات معانا النهاردة, ودي تدريبات على يونت 6, الوحدة السادسة الأخيرة. Aren't healthy because they have fats. حاجة بنقولها مش صحية عشان بتحتوي على دهون. إيه ديت؟ الفروتس الفواكه؟ لا. الفيجيتابلز الخضروات؟ لا. كريسبس مقرمشات؟ اه فيها دهون كتير المقرمشات. حمص اللي هي طحينة الحمص؟ لا. يبقى كريسبس. It's good to put a A of cinnamon on food, يعني من الجيد ان انت تحط معلقة قرفة على الطعام. طيب معلقة صغيرة يعني اسمها teaspoon. A is a person, هو شخص who serves, اللي بيقدم food الطعام and drinks والمشروبات in a restaurant, في مطعم. ده اسمه ايه؟ دكتور, طبيب؟ لا. كاربنتر, نجار؟ نو. كاستمر, زبون او عميل؟ لا. اللي بيقدم لي الاكل في المطعم اسمه waiter, اللي هو الجرسون. Don't too much sugar, it isn't healthy, يعني ما تضيفش كثير من السكر, دي حاجة مش صحية. Don't add, لا تضيف. The main of salad are tomatoes, cucumbers and onions, يعني المكونات أو المقادير الرئيسية لعمل السلطة هي الطماطم والخيار والبصل. طب مقادير طعام اسمها ingredients. خلصنا السيشن النهاردة, انتظرونا في حل باقي تدريبات ملحق كتاب المعاصر إن شاء الله. مع تمنياتي لكم بالنجاح والتفوق, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.